ايه التصرف الغبي اللي انت عملته ده؟ انا ليا وجهه نظر يا سعد. سعد بيه، انت نسيت نفسك ولا ايه؟ يا سعد بيه، من فضلك ده شغلي وارجوك ما تتدخلش فيه. انت عبيط ولا بتستعبط؟ ليه بس كده؟ لانك بتلعب بفلوسي. يعني لو انا مستثمر عادي كان المفروض تسالني، ما بالك بقى وانا ايدي معاكوا في اللعبه. انا قلت انت اكيد هتفرح. افرح بغباوتك ولا بقله تفكيرك؟ انا شايف ان السهم هيعمل كوركشن وهياخد شكل تصاعدي، ولو استنينا عليه شويه هنكسب من وراه كتير. انا بقى شايف انك مش فاهم حاجه، ولو سمعت كلامك واستنيت اكتر اكيد هخسر اكتر. اطلبي لي مندوبنا في الفرصه بسرعه. حاضر يا فندم. انت هتعمل ايه؟ هبيع الاسهم واخسر قريبه احسن من مكسب بعيد. كفايه قوي اللي خسرناه لغايه دلوقتي. انت ليه مش عايز تفهمني؟ لانك مجنون. وجودك جنبي اكتر من كده هيضيعني. يعني ايه؟ يعني انت مرفوض ومش عايز اشوف وشك في الشركه دي تاني. بعد كل اللي عملته علشانك نسيت ايام الكليه؟ نسيت الصحوبيه؟ صاحبي تكسبني مش تخسرني. وبعدين كل وقت وله اذان يا صاحبي. صاحبك منين بقى وانت بتبيعني في اول محطه؟ ابيعك واكسب احسن ما اشتريك واخسر. بقى كده وابو كده. انت فاكرها لعبه؟ ده بيزنس، يعني الغلطه فيه ممكن تودي في داهيه. ده انت اتغيرت قوي يا سعد. سعد بيه قلتلك. وبعدين ما انا لازم اطور من نفسي، ولا انت عايزني افضل محلك سر زيك كده؟ وهو التطور يا سعد بيه يخليك تبيع اصحابك وتقاطع حبايبك واقطع دراعي كمان لو حسيت انه ممكن يخسرني؟ انت شايف كده؟ كل مرحله وليها رجالتها طارق، وانا في مرحله صعبه ومحتاج جنبي رجاله بتفهم. وكمان خليتني ما بفهمش يا سعد. ده اقل وصفه اقدر اقوله لك بعد اللي انت عملته. اتفضل خد حسابك ولم حاجتك ومش عايز اشوف وشك تاني. انا همشي يا سعد بيه يا صاحبي. وانتوا اي حيوان فيكم بعد كده هيتصرف من دماغه هيحصل له اللي حصل لطارق. نادر، عايزك تبيع كل اسهم شركه البسكوت. ايه؟ طلع امتى؟ ده وصل 6:30. طب استنى نادر ما تبيعش حاجة. سلام سلام. ده اللي طارق بسرعة. حاضر. كتر الصراعات ودوشة الشغل وارد ان احنا نغلط، بس المهم ان احنا نتعلم من الغلط بتاعنا. وانا بصراحة يا جماعة امبارح غلطت غلطة وجاي النهارده عشان اصلحها، وعين الاستاذ طارق عبد الخالق كبير لمندوبين الشركه بتاعتنا، وده تقدير مني للمجهود اللي بذله معانا. في الحقيقه سعد بيه مستر طارق يستاهل كل خير. وفي حد كان يصدق ان سهم البسكوت سعره يوصل ل 8.5 جنيه؟ فعلا بصراحه يعني ارباح ما كانتش متوقعه خالص. وانا بالمناسبه دي يا استاذ طارق خصصت لك مبلغ 1000 جنيه تقدير للمجهود اللي انت بذلته معانا. 1000 جنيه يا بخيل يا جلده. ده انا جيت اخسرك كسبتك ملايين. اعمل فيك ايه؟ متشكر جدا يا سعد بيه. طبعا يا جماعه لكل مجتهد النصيب، واي حد فيكم هيجتهد ويعمل زي ما عمل الاستاذ طارق هيكون له مكافاه زيه ان شاء الله. الله، اكل بيتي ايه الحلاوه دي؟ اصل انا زهقت وبطني نشفت من اكل بره. ليه؟ هي المحروسه لسه ما بتطبخش؟ تسلم ايديك يا هنيه. تسلم. عندنا خدامه فلبينيه بتعمل اكل فلبيني غريب جدا، بس ان شاء الله رشا هتتعلم. ما هو القط بقى ما يحبش اللي خدناه. خش عليك يا امي، انا قط برضه؟ مش احسن برضه لما تكون قطه؟ اوعي اوعي تكون قطه في البيت ولا حاجه. عيب عليكي، ده انا اسد. بس زي ما تقولي كده، انا عايزها تعمل اللي انا عايزه بس بمزاجها مش غصب عنها. عمرها ما هتعمل اللي انت عايزه غير لما تكسر لها ضلع. يعني بابا الله يرحمه كان كسر لك ضلع عشان تسمعي كلامه؟ لا، مش كل الستات زي بعضها، لكن الستات اللي ما تريحش ما ترتاحش. انا متجوزها عشان اعذبها ولا ايه؟ ما هي مش طريقة دي يا أمي.
برضه رشا بنت ناس. بنتي ناس؟ بنتي ناس نص كم ومش مريحاك. والله العظيم رشا بتحبني. بتحبك؟ بأمارة ايه قولي؟ بأمارة انها اتجوزتني. اتجوزتك مصلحة، وساعة ما تخلص فلوسك هترميك رمية الكلاب. يوه بقى ما بلاش الكلام اللي يسد النفس على الاكل ده يا امي. هو انت لسه اكلت حاجه؟ ده انت لسه يا ما هتاكل ويا ما هيتعمل فيك كل مقلب والتاني، وبكره تشوف. وانا حذرتك، لكن اللي في دماغك في دماغك. طب انت عايز انا اعمل ايه؟ ما تخلفش منها. ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده يا امي؟ ايوه يا ابني، ادي لنفسك فرصه سنه ولا سنتين لغايه ما تعرفها كويس، بدل ما تجيبوا حته عيل وتظلموه معاكم. يا امي رشا طيبه، مش زي ما انت متخيله كده. هي ممكن تكون عصبية شوية، بس أنا متأكد مع الأيام هيجي منها. مش هيجي منها غير كل شر. يعني أنا جاي أقعد معاكي ساعة تبكتيني فيها كده؟ طب بسلامتها بقى، ما جاتش معاك تزورني ليه وتوديني؟ أصل هي واخدة على خاطرها شوية عشان حضرتك ما حضرتيش الفرح. أنا المفروض اللي أخد على خاطري عشان هم عملوا فرح. كفاية كلام في الموضوع ده بقى يا أمي. طب اقعد يا ابني كمل أكلك. نفسي تسدد. استغفرك واتوب اليك. الهي تسدي نفسك يا رشا يا بنت حواء وادم زي ما سديتي نفسي الوقت. رشا رشا يا رشا رشا. هالو مدام. فين؟ اوت. اوت راحت فين؟ اي دونت نو. اذا كنت انا مش عارف انت هتعرفي. عملنا اكل ايه النهارده؟ وشو جونغو وان ياتي مودو اني من يكوي دهله بتاي مال لو ده شو بلي اول كويدي. المهم في طرشي. وات اكل ايه؟ وات انت هتقعدي توطوطيلي كده كتير؟ يلا امشي من هنا. تكنيله فهمك صعب زي العمله اللي بدفعها لك. منك لله يا رشا، كان لازم يعني واحده فلبينيه مالهم المصريين على الاقل يبقوا فاهميننا كده بنرغي بنقول ايه مع بعض. انا مش عارف هي فين رشا دي. ما بتردش. ماشي يا رشا، حسابك معايا لما ترجعي. سلامة يا هانم، رجعالي بعد نص الليل كده. كنت فين؟ كنت مع نانسي هانم بنحضر الفيديو. قال ما يا سعد اشتريت شوية فساتين انما ايه يجننوا. يا دي نانسي هانم اللي طلعت لي في المقدر جديد. كتر خيرها الست بتسلي وحدتي بدل ما انا قاعدة طول اليوم وشي في وش الحيطة. معقولة يا رشا؟ كل الوسع ده وجنينة وحمام سباحة وبرضه بتقولي لي وش في وش الحيطه؟ جنه من غير ناس ما تندس يا سعد. يا هانم انا قاعد هنا بقالي 4 ساعات وحضرتك لسه مشرفه دلوقتي. والمفروض اعمل ايه يعني؟ اقعد استناك عشان اجيب لك التست واغسل لك رجليك؟ وليه لا؟ انت مش مراتي والمفروض تدلعيني؟ الدلع على حدود يا حبيبي. طب قولي لنفسك بقى الكلام ده، لان واضح ان انا دلعتك زياده عن اللزوم. هو انت فاضيلي اصلا؟ مش انا بشتغل؟ ولا انت فاكراني بسقيها ميه تطرح جنيهات؟ على اساس ايه؟ على اساس ان انت عملت حاجه ما كله ورث ابوه. لا يا حبيبتي، ورث ابويا ده اول اطفى، انما انا بقى لما هحط دماغي الثروه هتكبر وهتبقى اخر منجها. ماشي يا سيدي، ممكن بقى نبطل خناق وتقعد عشان افرجك الفساتين؟ ماشي، مع اني مش طايق. ايه رايك؟ ايه ده بكام ده؟ مش هتصدق يا سعد، عشان خدته من الديفيليه خدت عليه خصم 20%. حلوه قوي، اكتر حاجه بحبها في حياتي الخصومات دي. يعني وقف عليك بكام في الاخر؟ ب5000 جنيه بس. ليه 5000 جنيه؟ ده انا مش عارف احدد ده فوق ولا تحت ولا مكانه فين بالظبط. هي الموضه كده، انت مش فاهمك انت في الحاجات دي. انا بنتي اللي هبله وبتاكلي من اي كلام فاضي. وما كلش منه ليه؟ ايه ما شبهش ولا ايه؟ لا ازاي، تشبهي طبعا، تشبهي ونص كمان. انت بتدفع حاجه من جيبك؟ مدى اللي بكوع. يوه بجد بقى، انا زهقت منك ومن بخلك. اف انا اللي زهقت منك ومن بعزقتك للفلوس يمين وشمال. ايه هو مال حرام ولا ايه؟